في ريفيو الموبايل ده انا ما خدتش وقت كافي ان انا اتكلم بتفصيل اكتر عن الكاميرات. انا ليه بنسى العادي؟ كاميرات الرينو 3 تتكون من شويه كاميرات. في ريفيو الرينو 3 قلت ان هي كاميرات بتديك اوبشنز، يعني انت تستخدمها اكتر من مثلا من كاميرا ماكرو مثلا او كاميرا ديبث، مع ان هنا في كاميرا ديبث يعني. ولما جيت افتح صفحه الويب سايت بتاعت رينو بتاعت اوبو في رينو 3 لقيت ايه بقى؟ لقيت ان هو بيقول لك ان الموبايل ده كلير ان افري شوت، في كل صوره هتصورها الموبايل ده هيطلع لك صور يعني نقيه جدا. ده هدفي فعلا 100% في الفيديو ده، ان انا اكتشف هل انا بالقدرات التصوير اللي عندي لهذا الموبايل الصور دي تنفع اصلا، ولا الحاجات دي اصلا مضروبه، ولا الحاجات دي متصوره بكاميرا. فبدون اي كلام كتير يا اهلا وسهلا بيكم في حقيقه الاهل. صورنا الصور، اخدنا وقت كافي كده نجرب كل مود في الكاميرا دي، قلعنا الكمامة. ودلوقتي يا جماعة احنا عندنا تقريبا اربع حاجات اساسية اوبو بتماركت الرينو 3 باللي هو فظيع فيه. اول حاجة 108 ميجا بكسل كاميرا خلفية، رقم غريب شوية لان الكاميرا اصلا 48، فهي بتوصل 108 على اساس ايه؟ واوبو عمالة تقول لك ان هي 108، فموضوع غريب شوية. كاميرا الترا وايد انجل خرافية وممتازة حتى في اللو لايت، الترا دارك مود في بالليل هتشوف زي الصبح قدام، مش هتفرق معاك. او كمان الموبايل ده ما فيهوش كاميرا ماكرو، ولكن بيقول لك ان الكاميرا الالترا وايد بتاعته بتصور صور ماكرو احسن من الكاميرات اللي فيها كاميرا ماكرو ديديكيتد. موضوع غريب محتاجين نجربه. واخيرا كاميرا امامية 44 ميجا بكسل بتقدم لك افضل سيلفيز في العالم، ده بالاضافه لالترا ستيدي فيديو بيثبت الفيديو حاجه كده. المهم حاجه حاجه كده، ونبدا بال 108 ميجا بكسل. زي ما قلنا هاردوير الموبايل ده 48 ميجا بكسل مش كاميرا 108 تماما، فانت المفروض لما تيجي تصور صوره تطلع لك 48 ميجا بكسل، وده فعلا اللي بيحصل، بيطلع لي صوره 48 ميجا بكسل. انا هنا زومد ان 100% او بيقولوا عليها اللي هي 1:1 ريشيو، اللي هي ده الحجم الصح للصوره انك تبص عليه. دي ال 108 بقيت 48، 108 48، في شاربنس سنه بسيطه قوي هتلاحظها بسهوله. نفس الكلام وصوره ثانيه، صوره الزرعه دي 108 48. الفروقات طبعا هتبان لما تعملها 1:1 ريشيو، ولما تعملها 1:1 ريشيو فروقات ولا حاجه. اول فيتشر 108 ميجا بكسل، حلوه ولا بلح؟ حلوه وشغاله وكده، بس يعني بلح اللي انت مش هتستخدمه عشان حجم الصوره بيطلع بال 30 و40 ميجا بايت، فهي حاجه موجوده بس انت مش هتستخدمها. الحاجه الثانيه كاميرا وايد انجل، بيقول لك ان هي من افضل كاميرات الوايد انجل، وبيقول لك كمان ان هي حتى بالليل، وده اللي معظم كاميرات الوايد انجل بتستراجل وبتتعب فيه، لا الكاميرات عندنا بتطلع صور جميله. اوكي احنا ما عندناش اوبشن قوي ان احنا نزور اماكن وكده، بس احنا زورنا الجنينه اللي جنبينا اللي احنا ما بنعملش اي حاجه غير اللي احنا بنزورها، وصورنا صوره وايد انجل. طبعا صورتي وايد انجل. دخلنا في لو لايت جدا وصورنا باب الاريا 51، وواضح ان في نويز واضح في الصوره، انا شايف نويز كتير، بس هنا برضو احنا في عتمه تماما، مفيش اي نوع من الانوار خالص في الحته اللي مش مظلمه دي، دي صفر اضاءه. وعامه كاميرات وايد انجل المفروض ان هي بتطلع صوره بشعه، هنا الصوره احسن من المتوسطه شويه. نفس الكلام هنا، اضاءه ضعيفه جدا مجرد الليدات اللي ورا، والصوره شكلها مش وحش تماما بالنسبه لكاميرا وايد انجل. حلو ولا بلح؟ لا بصراحه حلو، احسن من الافريج وفيتشر حقيقيه وهتستخدمها قوي كمان. بعدها دي فيتشر شفناها كتير قوي في هواوي، يقول لك 50x زوم، وسامسونج 100x سبيس زوم، وكان معظم الحاجات دي كانت بتكون بلح، لان الصور اللي بتطلع من 50x او 100x كانت بتكون صور وحشه قوي، صور انت لا يمكن هتستخدمها ومش هتطلع بيها اي صوره ليها معنى. هنا بقى بلح ولا حلوه؟ انا خدت الاختبار ده وصورت نفسي في نفس البوزيشن كده اربع صور اروع. الصوره العاديه ال 0.6x الوايد انجل، الصوره العاديه ال 1x زوم، بعد كده دخلنا ب 2x زوم، 10x، واخيرا 20x. نفس الكلام للجمع هنا 1x 5x 20x. فيتشر حلوه، 20x في اضاءه اقل من اضاءه شمس في يوم مش مشمس،
انسى انك تعرف تطلع منها اي حاجه كويسه. ولكن عامه كجنرال رول الصوره بتاعت الموبايل ده على 20 اكس افضل من المنافسه شويه 20. المساحه دي لو بتستخدم مود ده ما توصلش 20 اكس. يعني هو 20 اكس طلع صور يوزبل وحلوه, بس على 10 اكس في دايناميك رينج اكتر وفي كواليتي صوره احسن. فنصيحتي ليك اخرك 10 اكس في الزومينج هتطلع صور ممتازه. الترا نايت مود مفيش شركه جابت زيه قبل كده. لا يا جماعه هو نايت مود لطيف شغال وحلو مفيش مشكله فيه, بس لا مش افضل نايت مود في العالم. في نايت مود افضل من كده. رينو 3 بيقولك ان هو بيقدر يطلع صور ماكرو على حسب ويب سايت اوبو افضل من الكاميرات او الموبايلات اللي فيها كاميرا مخصوصه للماكرو. الموضوع بصراحه كده ما دخلش دماغي قوي, فقلت ايه اخده بقى ونحرته يعني. ولما حرقته فعلا لقيت ان الصور اللي بتطلع من كاميرا الوايد انجل لما تقربها من الاوبجكتس صور خرافيه. واعتقد ده في الاساس لان الرينو 3 الكاميرا الوايد انجل بتاعته فيها اوتو فوكس, ودي حاجه مش بتكون موجوده في معظم كاميرات الوايد انجل. ايفون مثلا ما فيش اوتو فوكس في الكاميرا الوايد انجل بتاعته, هنا حطوا لك اوتو فوكس في الكاميرا وفعلا بتقدر تقرب جدا جدا لحد تقريبا 4 سم او 5 سم من الاوبجكت. ودي من وجهه نظري لو هنقول هي حلوه ولا وحش, لا هي فعلا هي دي من احلى فيتشرز الكاميرا مع 20 اكس زوم. من وجهه نظري هي صور الماكرو الموبايل ده بيطلعها هي تقريبا افضل صور ماكرو بيطلعها موبايل, لانها بتصور مش بكاميرا 2 ميجا بكسل ولا 5 ميجا بكسل, بتصور الكاميرا وايد انجل 8 ميجا بكسل في تفاصيل حلوه جدا وبتقرب من حاجات وتطلع صور. واربعين ميجا بكسل فرونت كاميرا, كل الناس كانت متحمسه جدا. ولان اوبو على مدار التاريخ بالاوبو اف 9 25 ميجا بكسل فرونت كاميرا, كل الناس كانت بتتكلم في 10 في 8 مش عارف, ابل كانت بتتكلم في 7, احنا نزلنا كاميرا 25. دلوقتي كل الناس بتتكلم مثلا في رينج ايه 8 ميجا بكسل 12 ميجا بكسل فرونت كاميرا 20 ميجا بكسل فرونت كاميرا, دول بيقول لك 44 ميجا بكسل فرونت كاميرا. انا قلت رايي في الريفيو وبصراحه ما زلت مقتنع برايي. صور هنا طبعا صور شارب وحلوه وفظيعه وما عنديش اي مشكله معاها, بس مشكلتي الكبرى في الالوان بتاعتها. يعني بصوا يا جماعه الصوره دي مثلا فور اكزامبل, الوان جلدي ممسوحه, الوان جلدي ما فيش فيها البرتقانيات. السماء مش لونها كده, السماء لونها لبني, السماء لونها لون زي لون الكمامه كده او على ساتوريتد شويه. الصور دي مش ساتوريتد, مش اللي هي بتحاول تعمل لك لوك معين, ولكن الوان الصوره نفسها مش الالوان اللي انا دايما متوقع اللي انا بشوفها من اوبو وحلاوه السيلف هات بتاعت اوبو. دي كاميرا متوسطه زي بقيه الكاميرات الفرونت كاميرا موجوده في الفئه دي. الفرونت كاميرا بالنسبه لي هنا ولا 44 ميجا بكسل هنا مش السيلينج بوينت, مش الحاجه اللي انت هتروح تدفع فلوسك عشان تشتريها. ده ما يمنعش يعني ان هي كاميرا ممتازه وطلع صور حلوه جدا, بس هي مش الافضل السنه دي. الاخيره اللي اوبو بتماركت بيها الموبايل ده وبتماركت بيها الموبايل وبشده هي الكاميرا الخلفيه. الفيديو بتاعها بيقول عليه الترا ستيدي, وفي مود كمان من الفيديو اسمه الترا ستيدي برو. يعني معنى صح الفيديوز اللي بتطلع من الموبايل ده على كلام اوبو بتقول لك الفيديوهات دي انت محتاج اكويبمنت ومثبتات واجهزه عشان تطلع فيديو بالثبات اللي الموبايل ده بيطلعه من غير اي حاجه. انا هنا جربت اصور فيديو وانا بتحرك على حاجات طالعه ونازله, فرجلي بتكون مش ثابته, فاللي هو المفروض ان الفيديو يكون فيه مشاكل. جربت مره اصور بالالترا ستيدي العادي وجربت مره اصور بالالترا ستيدي برو. الملاحظ هنا حاجتين, الاول ان الالترا ستيدي العادي الفيديوهات طالعه منه حلوه, الوانها هاديه شويه مش مشبعه قوي, ولكن زاويه الفيديو او اللي هو البعد بتاعه الدنيا كويسه والفيديو ثابت وحلو جدا. الالترا ستيدي برو بيعمل حاجتين زياده, اول حاجه ان هو بيقطع اكتر في الفيديو, يعني الفيديو اللي انت بتصوره ده بتلاقيه اللي هو زومد ان اكتر, والساتوريشن بتاع الالوان اكتر شويه, بتحس ان الدنيا عندك حلوه. ولكن مشكلتي مع الالترا ستيدي برو ده في ساعات كده تثبيت الموبايل السوفت وير بتاعه بيعمل حاجه اسمه جيجلينج افكت, او تلاقي الحاجات كده اللي هي مش طبيعيه, اللي هو مش ده الشجره مش دي النخله المفروض اللي هي خط, بتلاقي النخله اخذت كيرف كده ورجعت بقت خط. هو بيحصلش كتير بصراحه, معظم الوقت بيطلع حاجات كويسه, بس يعني في مشاكل كده في الفوكس, في مشاكل غريبه بتحصل في السوفت وير. انا رايي لو هقول لك مثلا لا استخدم العادي ما تستخدمش البرو, بيطلع فيديوهات كويسه وتثبيته حلو. فيديو فرونت كاميرا ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي, فيديو فرونت كاميرا عادي مهزوز وكده الدنيا عندك حلوه جدا عادي. ولو لاحظت برده ان الصوت الفرونت كاميرا واطي قوي, هو مفيش فيه تثبيت, دي حاجه انا ملاحظها, يعني الفيديو مهزوز سنه. خلينا نجرب وضعيه العزل كده. اوكي اوكي تمام. الادرس بايظه شويه. ايه ده, تصدق حلوه. انا
جربت الفيديو ده اندورز ما كانش في تقطيع فريمات واضح قوي. الصوت واطي. طيب نروح بقى هناك دلوقتي. ما انت عندكم التحدي انكم تقارنوا الصور اللي انا طلعتها بالصور اللي اوبو طلعتها، واعتقد كان خير خبرتي البسيطه في مجال التصوير ان الصور دي فعلا متصوره موبايل، فعلا في اضاءات معينه مستخدمه للتصوير زي اضاءات مثلا احنا بنصور بيها في الاستوديو هنا، ولكن هل الصور دي تقدر انت تصورها بموبايلك عادي؟ الاجابه هتكون من وجهه نظري. شكرا شفت فيديو السريع ده للكاميرات الريو 3. اتمنى الفيديو كان عجبكم، اشترك في القناه. انا زار ده بس، اشوفكم